هاي جايز، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم منيح. اليوم حننزل اول فلوج لنا. الفلوج حيكون عن لما ستيف بيسافر عن بيو. سو بدي اخبركم شغله عني. انا كنت مزوجه قبل وجبت ستيف وطلقت لما كان عمره 3 سنين، وبعدين تعرفت على عكيف ورجعت جبت زاد. سو ستيف من زواجي الاول، فكل ما يكون عنده عطله ستيف بيسافر عن بيو، لانه ستيف عايش عندي ونحن عايشين بدبي وبيو عايش بلبنان. سو هذا الفلوج حيكون لما ستيف بيسافر لحاله. مش ما انا ستيف امتى بسافر؟ الاربعاء بعد يومين مسافر ستيف. مش معقول كل ما يسافر. لا بعد يومين، ما اليوم التنين. انت بحكي خدي الاربعاء مسافر. مش معقول كل ما بده يسافر قبل ما كل ما بنعجي. انا كانه اول مره بحياته بيسافر ستيف. بتعرف ليه؟ بتشتاق لك نحن. اكيد. يلا بس انا بتروح بتشوف بابا وكمبوسات. هيني راح اجيب له كادو لبابا ولا هيز كازنز ولا العائلة عشان يسافر وينبسط. وبعدين حنكون نحن شو ناطرينه هون ليرجع، لانه البيت بلا ستيف ما بيمشي. صح ستيف؟ صح. حتنبسط بلبنان؟ اكيد. شو حتعمل؟ احضرني مع بابا. يس. اشتقت له لبابا؟ اكيد. هو كمان اشتاق لك كثير وناطرك كلهم ناطرينك. كلنا ما فينا نعيش بلاك يا ستيف. ما تعذب. بي ريسبونسبل مثل ما متفقين. اوكي. ايه فرجيني هالمره انه صرت عمرك، يعني عمرك 9 انت. اوكي. وانك قد المسؤوليه. سو هلا راح على المول وراح اجيب له اغراضه وكمل له اغراضه، لانه برد كثير صار بلبنان. طبعا هون بعد ما في هالبرد، ومن هديك السنه لهالسنه ستيف كبر اسم الله. سو نص اغراضه زغروا عليه. راح اجهز له اغراضه وجيب له الجيفتس اللي بده يجيبهم، ونرجع نجي ندب الشنطة. ايه رح نزم لك اغراضك مثل ما بدك تتكون منظم يا ستيف. ماما لانه بكره اخر يوم بدنا معكم هلا. ايه بلا دائما في شيء ستيف بحب يطلبه. ايه ليه ما فينا نظهر؟ فينا نظهر بس انت هلا منشوف. اوكي اليوم عنا شوية شغل، بركي بكره. اوكي. منروح منقضي شوي وقت انا وياك. في حد من ستي. مين؟ عكيف. كمان زاد. انا رح يعذبوا بس انا وياك لحالنا ما بنتسلى اكثر. بلا. هلا منشوف بكره. اوكي اوكي يلا رح وصلك. هاي كيفكم؟ منيح. انا اليوم لانه انا مسافر جبت لها كادو لماما. خليني افرجيكم. جبت لها هيدا مام، وجبت لها شوي كادو صغير. اوكي رح نشوف ايش واتس هير رياكشن. ليتس دو ات. انا بدي لك شيء. تعطيك شيء لالي؟ افتحيهم. اوه سوري. It's okay. Mama, I love you so much. I'm coming back. I'm sorry for my mistakes. Love you. Hi, Steve. Mama. Hi, Steve. Oui, Mama. Oui, maman, viens. Viens voir ce que Steve m'a amené. Hi. Thank you for all your love. Thank you so much, Habibi. Sato. Take it. Hi. Hi, Shu. Hi, هذه كاميرا. إلون هاي. زادو، ستيف رح يسافر عن بابا لستيف دون دو جور. أوكي؟ زادو بده يروح بالافيون. بكرة بعد بكره. زادو بده يروح ستيفو بده يروح بالافيون. اوكي؟ لا بلا ماما. اوكي؟ اعملوا عبوتة لستيف. يا عمري. قول له اي لاف يو لستيف. احبوك. لا مش هيك. قول له بحبك. ابا مش هيك عيط. ابا
ايه اعمله بوس. I love you back. اكي ابي زادو تجي افوار على ستيف؟ قل له باي لستيف، عمله على بوطه لانه رايح بالافيون ستيف، اوكي؟ باي. شو بدك تقول له لستيف؟ قل له بحبك؟ قوم قوم لوين؟ قوم قل له باي ستيف رايح بالافيون، اوكي؟ باي. عمله بعد على بوطه وبوس، روح. Tu veux faire l'archevêque? Tu veux faire l'héritier? Un touche! Chose? Ma bé, assez là, yalla. Bade, m'en chie la chose. Bade, m'en chie la chose. Bade, chou, bade, m'en chie la chose. 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 Bade, m'en chie la ستيف لوين رايح اليوم؟ رايح تشوف بابا؟ يلا خذي له زاد. خذ زاد وقعدوا معك. انا ابي وقفك. حتشتغلوا لستيف؟ ايه. بوستي قول له باي. كثير بتنام نوم كثير قوية كثير ناسي. ايه نام. ما تنسى تفرجينا بس توصل وتشوف بابا. أكيد. الرياكشن. أكيد. Are you happy؟ بس رح نشتغلك نحن. إيه كمان. حتشتغلوا لزادو؟ زاد أكثر. هلا بيجي زادو بيقول وين ستيف؟ لا أنا بقول هالمرة كثير زاد رح يفقد له لستيف لأنه كثير كثير معلق فيه صار وأول ما يفيق ويتي وين ستيف؟ يا الله. عشان هيك دايما بدق لنا اوكي بدق وبتبعت له فيديوز لزاد كل يوم الصبح بس تفيق بتبعت له فيديوز لزاد وتسلم عليه. انا نايم بالاوضه. لا انا نمت بالاوضه بس زاد قام بدور فيقني قال لي ستيف. قلت له نعم زادو. قلت له بس يعني رجعت نمت. قال لي رجع قال لي ستيف. رجعت حطيته تحت ورحت نمت بالسرنجة وجيت وفيقته. فيقنك لانه هو راح يلعب مع هيز كازنز فبس يرجع ما حيلاقيه. هو غرامه زاد يفيقه لستيف. بحب كثير بيموت احلى شيء يفيقه لستيف. ماما تي توتو تي كم كم ماما كم. فينا نحن نقول له باي. لا ما فينا. It's too late. شو يجبو؟ رح يشتغل. خايفين شوي. خايفين؟ ليه؟ نسيت كيف سافر. نسيت كيف تسافر؟ نو اتس فيري ايزي. هلا انت بس تفوت لجوا حتتذكر. ما بدي اسافر الا لحالي. انا سكيت. اي واز سكيت بيكوز رح اشتغل. اكزاكتلي يعني مش خايفين. انا سكيت. هذا الشعور اللي بتحسه التوتر هو لانه حتشتغلنا. اي غاتا دو وات اي غاتا دو. To Beirut. Yes. Hey, Biden. Yes. This is his passport. نحن هلا كنا عم نزين الشنطة. هلا عطيت الباسبورت وبعد كأنتو شي 20 minutes و 25 minutes. بعدين رح نترك على الطيارة أو رح نروح على مطار. Okay? على الساعة واحدة لا يمشي. No, that bad no. سيب الكود تاع الباص. اوكي وانا افتحها.
بدك تروح تاكل شيء وتجي؟ تعالي Can we keep this here? No, you're okay. Okay. أكيد لا يعني أكيد you be nice be nice with people بس لما تكون قاعد محل ما بيقولوا لك تقعد تقعد ما تحكي مع ولا حدا أوكي إن شاء الله أكون قاعد لحالي بس حتى لو مش قاعد لحالك هني ما بيقعدوك مع حياة لحدا صح شو قلتي لهذيك المرة ما بيقعدوك مع مين مع صبيان بيقعدوك بس مع بنات كبار نسوان ما بيقعدوا الصغار مع الرجال صح بس ليش في rules for some reasons يعني بس anyways ما أكيد إذا حدا عرفك بتسلم عليه you smile بس ما تحكي مع لا anyone ما بتعرفه أوكي أسئلة اللي بيسألك كتير أسئلة ما بتحس في شيء غريب you don't answer أوكي مامي لحقيت لدول بعيد وإذا حدا بيزعجك بتعيط لهم ما بتقوم من محلك إلا لا شو اسمه لا بس بدك تفوت على حالك بنعمله دايما قبل ما يسافر ستيف انه بس يسافر بيسافر كل فاكيشن عنده اياها بيسافر عند بيو بنشتاق له كثير اول مره كانت كثير صعبه يعني بكيت مثل البيبي صراحه بس هلا صار بحطه وبمشي لا بس اكيد واحد بيتعود له فقد كبير وحنشتاق له بس هلا منيحه له حتى هالشغله بتعلمه يكون كمان مش كثير معلق بس بشخص معين انه يروح ويجي لحاله ويكون مسؤول اكثر سو فيها قصص منيحة وقصص مش منيحة. هاي عاصم. الحمد لله كيفك انت؟ ماشي الحال؟ هاي ستيف فات لجوا اوكي ماشي الحال كيف بتعمل؟ سو هاي جايز هلا انا وصلت على محل ما بياخذوا كير اوف ذا تشيلدرن هلا انا رح انطر لماي فلايت توصل ايه ورح كون بهالوقت عم بلعب بلاي ستيشن خليني افرجيكم عليها. هيها هلا بلاي ستيشن هلا انا بدي العب بلاي ستيشن ليعيطولي سي يو ان ذا فلايت سو هي جايز هلا انا وصلت بالطيارة وبن بي بوردينج سون وبشوفكم بلبنان و ستي ويز مي لانه رح فرجيكم كيف رح اعبد بيبي باي سو هلا وصلت على لبنان عم نعطي الباسبورت ولما وهلا خليكم معي لانه هلا بدي اروح عند بابا بدكم تشوفوا كيف رح اعبده خليكم معي اوكي هاي شفتوا لبابا هيني رايح لعنده ثانية طيب